يا أهلا بيكم ويا رب تكونوا بألف خير. لو زهقتوا من الوصفات التقليدية للفراخ، تعالوا نجرب الطريقة دي سوا. وصفة على قد ما هي جميلة، على قد ما هي بسيطة ومش متعبة، وخطواتها مش كتير. يلا نشوف هنعمل الطبق الحلو ده ازاي. على نار متوسطة حطيت شوية زيت مع زبدة، وأول ما ابتدى الزيت يسخن والزبدة تسيح زودت عليهم بصلة مفرومة، وزودت كمان عليهم ثوم مفروم. كمية الثوم بتكون على حسب كمية الفراخ اللي هتستخدموها، فأنا ضفت فصين ثوم ولأني مش بحب الثوم زيادة في الأكل، لكن ما نستغناش عنه طبعا لأنه بيدي نكهة حلوة. قلبت الثوم مع البصلة لحد ما البصلة ابتدت تدبل وتتكرمل، وزودت عليها التوابل بتاعتي. التوابل اللي انا استخدمتها ملح وفلفل اسود، 7 بهارات ورشة من جوز الطيب، كمان استخدمت زنجبيل، وده بستخدمه دايما اساسي في اي وصفة من وصفات الفراخ. بعد ما قلبت التوابل وحسيت ان البصل اخد من النكهة بتاعتها، هزود بقى بقسماط مطحون. انا استخدمت تقريبا 3 معالق كبار، وبعد كده قلبت كله مع بعضه وهطفي وهسيبها تبرد. تاني حاجة هحضرها هي الفراخ. انا عندي صدور فراخ هقطعها باي شكل عشان بس تسهل عليا الفرم. تقدروا طبعا تستخدموا اي فراخ مخلية، سواء صدور او وراك او الاتنين مع بعض اللي تفضلوه. كمان الفراخ مش قاسية قوي زي اللحمة، فنقدر نفرمها بسهولة في اي كبة او مفرمة. انا في الاول لما كنت اجي اعمل كفتة فراخ ما كنتش بضيف عليها اي حاجة، كانت يدوب بس الفراخ المفرومة، اضيف عليها شوية توابل وبهارات، وفي مرة ضفت برغل بس كده واسويها، فما كانتش النتيجة بتطلع معايا حلوة وما عجبتنيش قوي بصراحة، لحد ما جربت الوصفة دي. فضفت على الفراخ بعد ما فرمتها بيضة، وعليها الخلطة اللي عملناها في الاول اللي هي البصل المتكرمل والثوم بعد ما بردوا. فرقت جدا في الطعم، مش هتتخيلوا الطعم كان قد ايه حلو وكان قد ايه مختلف. هبتدي اقلب الخليط ده كويس، واول ما يجهز معايا هشكل كور صغيرة. ما كبرهاش قوي عشان يفضل شكلها حلو، لان لما بتبقى كبيرة ما بتبقاش لطيفة، وهي مش هتكش ولا حاجة، هتفضل على حجمها، فخلوا الكور صغيرة وكيوت كده. في نفس الحلة او الطاسة اللي استخدمتها لتشويح البصل والثوم في الاول، ضفت شوية زيت حلوين مش قليلين، وهبدأ احمر الكفتة واحدة واحدة لحد ما تاخد معايا لون حلو. حاولوا تتابعوها اول باول وتقلبوها على طول لحد ما تاخد اللون الجميل ده. بعد كده هنشيلها من الزيت نحطها على جنب عشان نعمل الخطوة اللي بعد كده.
نرجع تاني لنفس الطاسة ونفس مكان تحمير الكفتة. ضفت معلقة من الزبدة وزودت عليها 3 معالق كبار من الدقيق، وهبتدي اقلب كويس الزبدة مع الدقيق لحد ما يدوبوا سوا. اول ما وصلت للقوام ده من الدقيق والزبدة زودت كوباية من الشوربة، وبعدها ابتديت اضيف اللبن واحدة واحدة. تقريبا اخد معايا حوالي 2 كوباية من اللبن، والمفروض المكون اللي يتضاف بعد كده هو كريمة الطهي، بس انا ضفت بديل ليه حلو جدا وقريب خالص من نفس النتيجة، وهو معلقة كبيرة من القشطة، بتدي قوام كريمي اللي احنا محتاجينه وطعم حلو جدا. بعد ما الخليط جاهز معانا هننزل بكور الكفتة ونظبط الملح، لو احتاجنا ملح تاني هنضيف، ومش هتاخد معانا وقت لان هي تقريبا بتكون استوت، فيدوب بقلبها شوية وعشر دقايق وبتكون جاهزة. وعشان الاكله تكمل، فعلى الصوص الجميل اللي بقيلي ده ضفت مكرونه سباجيتي مسلوقه، قلبتها قلبتين، شربت من الصوص بتاع الفراخ وبتاع الكريمه، وبجد طعم جميل ورائع، هتستمتعوا بيه قوي لما تجربوه. دي كانت وصفتنا للنهاردة، لو عجبتكم شيروا الفيديو واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة، ونشوفكم في وصفة جديدة قريب.